مع صوت أبهر الجميع. إلى أين؟ إلى أرض لبنان، عبد الله العمري. السلام عليكم ورحمة الله. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارته المعاصي، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء ولو كنا سواء ولو كنا سواء في البضاعة. الله 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 يا مولانا، لابد من فناء الملك يبقى لله، لابد من فناء الملك يبقى لله. ملكني هواكم عذبني، ملكني هواكم عذبني، ملكني هواكم عذبني، وزادني شوقا وقلقا، وزادني شوقا وقلقا. الله 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 يا مولانا، لا بد من فناء الملك يبقى لله، خلقه القرآن. يا هادي الحيران إلى طريق الله. الله الله الله، الله.
يا سلام يا سلام. لبنان ولادة للأصوات الرائعة، وعبد الله العمري خير دليل على ذلك. الأستاذ محمود التهامي. يا عبد الله، أنت كنت مسلطنا في مقام الصبا، وفي النص كده عملت حاجة بياتي ورجعت تاني للصبا. أنت كنت قصدها؟ فعلاً صحيح. طيب أنا بس علشان خاطر وجب علي أن أنا أبين للجمهور أنك عالم مقامات وتعرف وتعلم ما تقول، وده علشان خاطر لا يؤثر عليك في التصويت. شكراً جزيلاً. أحسنت يا عبد الله، أحسنت أحسنت. شكراً جزيلاً أستاذ محمود. أستاذ لطفي بشناق. حبيبي محمود عبد الله الغالي، ما شاء الله عليك، قلناه في الحصص الفايتة، صوت متمكن، طبقات ما شاء الله، التنقل في النغمات ممتازة، العرب في المكان اللازم لتتعدى فيها بدون تعليق، ما شاء الله. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد بخاطر. عبد الله أنا قلت لك في المرة السابقة أنك عن الكريشندو، وأنت قلت لي ما تعرفه، فأنا أشوف أن اليوم أن أنت أدائك يعني ما شاء الله مثل ما قال الأستاذ لطفي ولا غلطة، يعني ما شاء الله العروب عندك، وعندك الطلعات وعندك الطبقات، فأنت أدائك رائع يعني ماشي ما في غلط. ولكن أنا نصيحتي لك يعني إذا أنت تتعلم العلم الموسيقي وتطبقه حسب المعلومة الموسيقية راح تطبقه أحسن، لأنك أنت تعرف المعلومة وتعرف كيف تأديها صح، وراح تبرز بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا أستاذ أحمد بخاطر. عبد الله قبل ما تروح انظر إلى آلة التصوير هناك، أهلك في لبنان يتابعونك. الله يجزيكم الخير جميعا. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. شكرا يا عبد الله، شكرا. ما زالت السهرة الختامية مستمرة بالكثير من الإبداع، بالكثير من التميز، بالكثير من التميز.